نيجي للدلو. الدلو برج هوائي، دلو هوال في البنات، بيهولوا المواضيع. لو اتخبطوا احنا عايزين نروح لدكتور، ممكن يكون اتكسر صباعنا، يعني بيهولوا المواضيع قوي ويكبروا، عشان هم مش قصدهم ان هم يهولوه قد ما هم الطفله اللي جواها عايزه تعيش ان هي طفله، وان في حد في احتواء، ان في حد مهتم، عايزه اهتمام من كل الناس اللي حواليها، لان هي طول الوقت ست الدلو جعانه اهتمام، ما بتشبعش اهتمام. اوكي، فدي عندها مشكله، فطول الوقت عايزه 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 عايزه، مش عايزه ماديات، هي عايزه اهتمام، عايزه احتواء، عايزه حب، عايزه مشاعر فياضه مستمره ما بتقفش. اللي هي ما بتشيلش الفيشه في كل الاتجاهات، في كل حاجه، من كل الناس اللي حواليها، من الاخ ومن الحبيب ومن الصاحب، من كله. اوكي.